يوم 27 نوفمبر 2013 او ما سمي بيوم الغضب، ساخبركم عن ذلك التلميذ الذي كانت كل تهمته او جريمته انه رفع رايه النصر. تحيه لكم رفاقي اللي جيتوا اليوم، جيتوا واقفين على خط القضيه عادله اللي هي قضيه الرفيق سامي فرحات. سامي فرحات اللي توقف على اثر تهم كيديه. قتلوا سامي فرحات لي 6 شهور في الحبس على خلفيه اضراب عام من اتحاد الشغل في قفصه، لحد الان قبع في السجون من غير المحاكمه، من غير ما تعينت له جلسه. اليوم كانت دعوه الى وقفه للتعريف بالقضيه والتحسيس بقضيه هذا التلميذ اللي معناتها مازال مغيب، وظلم انه يقعد 6 شهور في حبس. معناتها عملنا وقفتنا وفي اطار برمجه لجنة المساند التلميذ سامي فرحات، سيكون اليوم معناتها عندنا في الاربعاء اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء العشية باش نحضروا برمجية عمل اللي باش تكون متواصلة وتحضر التحركات الجاية معناتها اللي تراها اللجنة صالح باش تعمله، سواء من ناحية نضالية في الساحات العامة أو من ناحية قانونية، لأنه هناك زاد لجنة قانونية باش تدافع على التلميذ هذا. هي راهي بدات في نسق تصاعدي، الطرق الاحتجاجية بدات من الأول في قفص. كيفاش بديت في قفصه؟ جوست في العائلة وفي اصدقاء، من بعد بديت في الليسي، معناها في الباك سبور معروفه تونس، معناتها الشباب التونسي بالدخله في الباك سبور. الباك سبور صار في قفصه، صار على سامي ايفينمون سامي فرحات. دونك بشويه بشويه بديت في سوسه، من بعد خذاوها تبنيوها الطلبه، بشويه بعد ما تبنيوها الطلبه تبنيوها الناشطين اللي على شبكه التواصل الاجتماعي ولا في منظمات حقوقيه، ومن بعد تبنيوها المحامين المعروفين بالطبيعه بدفاعهم عن شباب الثائر. توا هاك تشوف معناها فما تفاعل من الشباب، فما برشا سمعوا ما يعرفوش سامي فرحات، شافوا ليفينمون على الفيسبوك، ندوه صحفيه اللي صارت، جاوا تبارك الله معناها الحضور كان جيد، وقاعده معناتها القضيه نتاعو تيخو في صدى كبير. ان شاء الله نحن نطلبوا اللي في الايام القادمه معناها تتحرك القضيه في القضاء، على خاطر هذايا الكل راهو 6 شهور وسامي معناتها موقف، معناها رغم الندوه الصحفيه والتحركات والمظاهرات وسامي فرحات قعد موقف، وحتى البكالوريا نتاعو ما عداهاش، معناها حتى باش يتنطع بحقه انه يعدي الامتحانات كيما الناس الكل وكيما زملائه الكل ما عداهاش. نحن قاعدين نضغطوا والضغط راهو جاب، معناها التوقيف نتاعو اللي قعد 6 شهور توا تعديت معناها صار ختم البحث نتاع التحقيق وتعديت. هذايا وقتاش صار؟ بعد ما صارت ندوه صحفيه وتحركات. راهو السيد راهو مازال موقف اكثر من 6 شهور، معناها نحن بالضغط هذا نتمناو معناها انه في الهدف نتاعنا الاخير تلاقي صراحه التلميذ هذا سامي فرحات.